أكبر تجمع بشري في العالم، تشهده مكة المكرمة في موسم الحج من كل عام. نحو 2,300,000 حاج وصلوا إلى السعودية من خارج المملكة، الأمر الذي يتطلب التنظيم والخبرة في إدارة هذه الحشود الضخمة. إمكانياته طبعا أنتم شايفينها على أرض الواقع، اللي هو إمكانياته من كثير من التقنية الحديثة المستخدمة في هذا المركز، إضافة إلى أنه يقوم بدور اللي هو إدارة الحشود وسلاسة أو متابعة سلاسة الحج بأكمل وأداء نسك الحجاج على أكمل وجه، إضافة على ذلك أنه هو متابعة اللي هو الأحداث الأمنية لا قدر الله لو وقعت في داخل المشاعر، حتى وصولا إلى اللي هو أداء الحجاج مناسكهم والرجوع إلى ديارهم سالمين. الجهات المسؤولة عن الحج قالت إنها زادت من اعتمادها على التكنولوجيا الحديثة لتنظيم حركة الحجاج والحفاظ على أمنهم. أتمنى لجميع الحجاج أن ينهوا مناسكهم في هذه المناسبة العظيمة وأن يعودوا لبلادهم إن شاء الله معززين مكرمين. وبعد أن مر موسم الحج بسلام، قالت الجهات الرسمية في السعودية إن أكثر من 100,000 عنصر من الأمن شاركوا في تأمين الموسم ومساعدة الحجاج على أداء مناسكهم، كما نشرت السلطات نحو 6,000 كاميرا لمراقبة التحرك ومساعدة الحشود على السير والتنقل بيسر وسهولة، ووفرت السلطات مرشدين بلغات مختلفة لنقل التوجيهات ومساعدة الحجاج الذين أتوا من كل مكان.